ساعتي هنلاقي الحلقه الثانيه مع اختنا من المغرب العربي حسناء صدقي، هتقدم لنا وجبه الطاجن المغربي. طبعا اهل المغرب مشهورين جدا بالطواجن المغربيه، فاليوم اختنا حسناء هتقدم لنا طاجن الدجاج بالمخلل والزيتون، وهتقول لنا المكونات وهتورينا الطريقه بالتفصيل الممكن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعين قناة بودي ساتي. الليلة الحلقة الثانية مع أختنا من المغرب العربي، أخت حسناء صدقي، هتقدم لنا وجبة الطاجن المغربي. طبعا أهل المغرب مشهورين جدا بالطواجن المغربية، فاليوم أختنا حسناء هتقدم لنا طاجن الدجاج بالمخلل والزيتون، وهتقول لنا المكونات وهتورينا الطريقة بالتفصيل الممكن. اتفضل يا أخت حسناء، المايك. مرحبا بكم في قناة بودي ساتي. اليوم غنقدم لكم طاجين على الطريقة المغربية، طاجين ديال الدجاج كنقولوا بالزيتون والقرحام المسير. المكونات عندنا دجاج غادي نغسلوها مزيان، نظفوها بأحسن ملح بالحامض والخل شوية الملحة. عندنا هنا زيت الزيتون، ثومة، البصلة، الخرقوم. الخرقوم ده اللي هو عبارة عن الكركم الأصفر. سكينجبير. زنجبيل. الزيتون بالعظم بدون بذور. الحامض مسير. حامض الليمون او مخلل الليمون. الابزار. فلفل الاسود وشويه الملح والملح. الزعفران. زعفران. شويه ديال راس شيرويس ديال القرفه، اعواد القرفه، المعدنوس، بقدونس، وشويه ديال النكهه ديال الزعفران كتزيد الزين، نكهة الزعفران، ومعلقة ديال السمن، وملعقة سمن بلدي. طبعا بالنسبة للطاجين يا اختي حسناء، نحن لازم نستخدم الدجاج يكون بالجلد تبعه. انا اول صراحة عملت غلط كبيرة وشلت الجلد، فهي لازم تكون مع الجلد طبعا، عشان بعدين بعد ما نجهز الطاجين تدخل على الفرن. الفرن حطوا عليه شوية زبدة من فوق وندخلوا الفرن. حيتكسر شوية زبدة وحيدخل على الفرن. طبعا اول احنا غسلناه بالخل والملح والليمون على اساس انه نشيل ريحه الزفاره من على الجلد ويكون طعمه طيب في الاكل. حتى لو في ناس مثلا ما تحب الجلد في الدجاج، هل ينفع يسووا الطاجين ولا مش ينفع؟ في بعض الناس ما تحب الجلد. اذا ما كانش غادي يدخل الفرن يعني يكون على بس كطبخه عادي. عادي يقدروا يشيلوا. تقدروا تشيلوا الجلد اذا ما حيدخل على الفرن. اذا حتدخلوه على الفرن لازم يكون بالجلد. لازم تكون بالجلد. يلا بسم الله. يلا بسم الله، خلونا نبدا وصفه. اول حاجه غادي نبداو، غادي نقطعوا البصله، البصله تكون شويه مزيان. يلا بسم الله نبداو. اول حاجه غادي نحطوا زيت الزيتون، مقدار ديال اللي غادي يتشحر لينا فيه البصله. نحطوا البصله اللي قطعناها، نشحر شويه البصله، نخلي البصله تتحمر لما يصير لونها احمر شويه، بس شويه لين ما تبدا شوي تشحر. ونزيدو ثومة تتحشر. ايش؟ تحمر. تتحمر بالمغربي تشحر. تشحر شوية. بالنسبة للثوم تا هو غادي نقطعوه صغير، مقدار ديال 4 ديال الريوس ديال الثومة، مقدار 4 فصوص ثوم. دابا غادي نضيفو الثومة اللي قطعناها، نخليو حتى يتشحر شوية، مخليهاش تشحر بزاف حيت باقي غادي نحطو الدجاج حتى هو يجي يتشحر معاهم. طبعا
طبعا قالت حطيت الدجاج بعدين على اساس انه تحمر الثوم والبصل معه. نخليها توصل للمستوى ده من النضج ولا كمان نحتاج نطبخ زياده؟ شويه عشان حنحط الحين بس حضيف شويه زيت زيتون كمان حنزود الزيت شويه. هو عينك ميزانك زي ما بنقول احنا. عينك ميزانك. عينك ميزانك. يعني على حسب. بقول لك عارف سوداني وزنة معلم. اه هو ايوه وزنة معلم خلاص. الانسان متعود على الطبخ ويقول لك هو انت خلاص ما وزنة معلم. انا وزنة عينك ميزان. عينك ميزان. بعد ما تشحر شوية بعدين نحط الدجاجة. بعد ما تحمر شوية حتحط الدجاجة كاملة زي ما هي. زي ما قلنا اول يا جماعة لازم تكون بالجلد تبعها مش بدون الجلد. ونبدأ دابا نحط البهارات اللي قلنا عليها في الاول. معلقة ديال خرقوم. خرقوم اللي هو عبارة عن الكركم الاصفر. معلقة ديال سكنجبير. ملعقة صغيرة من الزنجبيل. البزار. الفلفل الاسود. هي معلقة. كده ولا ازود؟ ازود شويه عشان الناس اللي يبغوا يكون شويه حار. ايوه يحطوا معلقه كبيره بس اذا على حسب النكهه. احنا بنجيب البهارات نحرك. غادي نضيفو الزعفران احسن نحطوه هكا عشان يعطي النكهة ديالو. نضيف الزعفران عشان يدينا النكهة. دابا غادي نزيدو نكهة الزعفران. ملعقة صغيرة هل هتحتاجي تاني ولا ملعقة صغيرة تكفي؟ لا خلاص. واهم حاجة لازم تنتبهوا لها انكم تقلبوا الدجاج. لازم تحمر. لازم تحمر مصبوط. انا الكلمة مش راضية تجي معي. بالنسبة للملحة غادي نديرو غير شوية حيت الحامض اوريدي مالح. حامض مصير اللي حنضيفه في الاخير. اما بالنسبة للملح حتضيفوه على حسب الرغبة عشان عندنا اصلا مخلل الليمون وحيكون حامض بزيادة. فعلى حسب الرغبة حنضيف الملح. نفضل نقلب هكا الين ما يتشحر مزيان. الين ما يخرج لين ما يتحمر مزبوط مزيان. طبعا كنبقاو نحركو على هالطريقة هادي. كنضيفو السمن باش يعطي واحد النكهة. معلقة ديال السمن. ملعقة كبيرة من السمن البلدي. طبعا هي نوع سمن بلدي مش شرط نوع معين باش يعطي النكهة حتى هو عشان ياخذ نكهة ويعطينا نكهة حلوة للدجاج. غادي نضيفو المعدنوس. حنضيف طبعا البقدونس يسموه هو معدنوس. معدنوس. ونخليه شوية للتقديم. وهنخلي جزء منه بسيط حيكون بعدين للتقديم. طبعا حنقدمه في طاجن المرق. الطاجن هو عبارة عن طبق صح؟ هو بينطبخ فيه بس بياخد وقت طويل في الطاجين عشان الطاجين فخار يبغى له نار هادية. اوكي. بس عشان نختصر الوقت طبخناه على النار بسرعة. غادي نضيفه واحد شوية ديال القرفة باش تعطي نكهة.
هنضيف عود صغير من القرفة على اساس تعطينا النكهة. ونستمر في التحريك. اهم حاجة لازم نحرك ولازم في نفس الوقت كمان نقلب الدجاج من الناحيتين على اساس انها تتحمر من الناحيتين وتستوي معنا. واخر شيء كمان هتدخل على الفرن صحيح؟ ايوه نحطوا لها الزبدة من الفرن وندخلوها الفران. هندخلها طبعا على الفرن اللي هو الفران بالمغربي. هنقدر شوية زبدة. هنمسحها مسحة خفيفة من الزبدة. لمدة 10 ل 15 دقيقة. لمدة 10 ل 15 دقيقة على درجة حرارة. على حسب الفرن. على حسب 180 درجة على حسب نوع الفرن، طبعا الفرن فيه 2000 واط فيه 2400 واط، على حسب نوع الفرن انت بتحط درجة الحرارة. فأهم حاجة كيف حنعرف انه الدجاج استوى معنا وقت الحسنة؟ كمان على حسب الجيش، يعني في جيش صغير كبير، فعلى حسب كتبقى كل شوية تطلع عليه. طبعا بعد ما يتحمر دغري نزيده له الماء ونخليه يغلى شوية. تمام. وهل هل يحتاج انه نغطيه ولا نخليه مش ضروري؟ لازم نغطيه. تمام. طيب بعد ما دخل الفرن كيف عارفين المستوى عند الدجاج؟ غادي تجي واحد طبقة محمرة من فوق. الطبقة حتكون محمرة من فوق، هل نحتاج عود اسنان زي الكيك ولا لا؟ ما نحتاج. بعد ما تحمر معانا الدجاج مضبوط هنضيف شوية ملح. ممكن ترش لأنه باقي غادي نزيدو الحامض المسير والزيتون. هنضيف الماء نخليه يطيب شويه. هنضيف المويه، هنسيبه لمده كم تقريبا؟ على حساب كل شويه غادي نطلع عليه يعني تقريبا ربع ساعه. واهم حاجه الماء يكون دافي. كمان المويه عندي ميزانيه. نقفل عليها. قبل ما يتبجش يستوي مزيان غادي نزيدوا له الحامض. قبل ما يستوي الدجاج عندنا بس شوي حنضيف عليه حامض الليمون او مخلل الليمون. هنقطعه طبعا على شرائح صغيره وحنشيل من عليه البذر. هنحتاج بس حبتين تقريبا صح يا حسنا؟ تقريبا. بعدين نحتاج كمان التزيين بعد ما نخلص. اخر حاجه كمان هنحتاج للتزيين حبه وحبه مع البقدونس. هو على حسب الناس كاين اللي كيبغيو شويه حامض على حسب. بعد ما دخلنا الحامض المسير غادي نزيدو الزيتون. اهم حاجه الزيتون يكون بدون بذور، عندهم بالمغرب يقولوا بدون عظم. بلا عظم. بلا عظم. ونخليه بشويه يطيب. بعد ما طابت الدجاجه ديالنا غادي نهزوها نحطوها هنايا وندخلوها الفران. قبل غادي نديرو شوية الزيت هنا الزبدة. هنتهنى بشوية زبدة، طبعا الفران هو الفرن. فرن. بالضبط. وبعد ما استوت الدجاج كم حتجلس معانا على الفرن يا يعني وقت حسنا؟ تقريبا 10 دقائق، 5 ل 10 دقائق، شوية تحمر. شوية تحمر أكيد. حاليا طبعا دهنا الصحن زي ما انتم شايفين بالزبدة على اساس ان الدجاج ما تمسك معانا لما تدخل الفرن. وحناخذ بس الدجاج من دون المرق. هنتهنى شوية بالزبدة قبل ما تدخل الفرن. تقريبا 5 دقائق اللي هو الرف الأوسط صح؟ اه. الله يعطيك العافية أختنا حزناء على طاجن الدجاج الجميل اللي هو بمخلل الليمون والزيتون. أتمنى أنكم تكونوا هنا وتشموا كيف الريحة، يعني صراحة ولا أروع. وحسناء حتورينا كيف طريقة التقديم المغربي. تفضل يا أختي حسناء. دابا غادي نبدأ في طريقة التقديم.
التقديم طبعا بدنا نقدمه في الطاجين اللي هو الطاجين المغربي صح المغربي. هناخذ الدجاجة اللي حمرناها في الفرن ونحط الصوص. الصوص هذه طبعا على حسب زدناها شوية في النار يعني ما تشلت منها الموية على اساس انها تتسبك معنا زيادة. حمرناها شوية على النار كمان 10 دقائق. شايفين كيف التزيين؟ الله. طبعا الريحة يا مخرج ده احكي لك يا مخرج على الريحة. انا متأكد انك انت منتظر عشان تنقض على ال... انا جاهز. هذا التزيين حنضيف شوية مخلل ليمون إضافي شوية ملح وشوية بقدونس اللي هو المعدنوس معدنوس بالمغرب معدنوس مشوه بالصحة والراحة بالصحة والعافية. طبعا هم يقولوا بالراحة بالراحة مش بالعافية. بالعافية عشان بالمغربي معناته جهنم بس احنا هنا في الوطن العربي بالعافية. بالعافية عليكم والراحة بالصحة والراحة مش مشكلة خلاص. But I know it's nothing now.